شوف طلع هاي الموقع بس يا جماعه على الموقع واستعداد الاختبار النهائي. الاختبار النهائي شامل للماده كلها، ما في شيء اسمه نصفي وفاينل. يعني احنا المجموعات برضو ردت وتكررت معانا، يعني في الاعداد الطبيعيه والاعداد الصحيحه والنسبيه، ظلينا نحكي عن المجموعات، ما تركنا المجموعات. لما جيت فسرت مثلا الجمع والطرح ومش عارف ايش، فسرتن على المجموعات. اذا احنا ما بنعزل الماده السيئات، انتم قلت لكم انا كل وحده هون حاطط لها فيديوهات، شايفين هذول الفيديوهات الموجودات هون؟ هذول غالبا فيديوهات القديمه. شو مبين؟ معلش لا ترابط، لا بلا مترابطات. انت بتقولي مش ترابط، بس انا مترابطات. لا لا بغطين بغطين الماده. شايفين هسه هيك؟ السيئات انتم هون مثلا كاتب الوحده الاولى المجموعات والمنطق. هذول الفيديوهات تسجلت من 2010، فكنا نسجل ايش؟ مرات يعني مثلا اكون حاكي في المحاضره جزء، ارجع ما اكمل 100% زي ما كنت احكي في المحاضره الماضيه، اكمل بس بالاخير لما تطلع على مجموع الفيديوهات بغطينا الموضوع كله. الان اذا بدكم محاضرات منظمه زي اللي بنعطيها هون، شايف كيف؟ انزل لتحت وفي اوراق عمل هي، شايف اوراق العمل هذول؟ هذول اللي بشرح منهم انا. محاضرات سابقه لجميع وحدات المقرر فصول الماضي. في كمان عندك هون شيء مرتب اكثر من هيك. هاي عندكم هون نماذج امتحانات سابقه نهائيه، واجبات قديمه ادرسوها، اختبارات تجريبيه الكترونيه، في منوعات. اقري هون شو مكتوب؟ محاضرات الفصل الصيفي 2017-2018، محاضرات الفصل الاول 2018-2019، محاضرات الفصل الثاني 2018-2019. هذول جايات زي محاضراتنا هون بالترتيب تسلسل ورا بعض. ورقة مراجعة شاملة، فيديو يشرح ورقة المراجعة الشاملة. فادرسوا، يعني امتحان راح يجي من هاللمة هاي كلها. الله اعلم ايش راح يجي. يجي يعني مثل ما بيقولوا مادة عندكم صارت، صح ولا لا؟ الآن خلينا ننتقل على يعني نخلص بعض الموضوعات في الاعداد الطبيعيه والصحيحه عشان نبدا عن النسبيه شويه اكثر، نوقف على النسبيه والاعداد الحقيقيه. الاعداد الحقيقيه احنا الجزء المطلوب منه في الاعداد الحقيقيه جزء بسيط، يعني ما بناخذ شيء كبير في الاعداد الحقيقيه. يعني الشغل الرئيسي في الاعداد الطبيعيه والصحيحه والنسبيه. الاعداد النسبيه اليوم راح اعطيكم يعني شيء معين راح نمشي عليه، يعني نسهل الامور، يعني انا ما راح ادخل في متاهه مثلا توحيد المقامات، مثلا شغلات مثل هيك، لا بدنا يعني ناخذها بطريقه سهله، خصوصا انه انا مثلا معي آلة حاسبة. ما دام معي آلة حاسبة بقدر احل باستخدام الآلة الحاسبة. خلينا نرجع بس شوي على الآداب الطبيعية نغطي بعض الموضوعات. مثلا طلعوا سؤال زي هذا. اللام هاي، شو يعني لام 6 و3؟ لام 6 و3 هاي بسموها ايش؟ تباديل، وهي تتضمن الترتيب. عادة لما نستخدم التباديل نستخدمها لايش؟ للترتيب. شو معنى لام 6 و3؟ ببدا من العدد الكبير اللي هو مين؟ 6، بعدين بضرب في اللي اقل منه ب1. كيف المضروب؟ ب5، بعدين بضرب في 4 وقف. ليش؟ لانه مكتوب 3. يعني ابدا من 6 وانت 3 اعداد، الجواب اللي بيطلع يطلع. طب اعطيني مساله لفظيه كلاميه لما احلها بيطلع انا مضطر اعمل لام 6 و3. ايش السؤال؟ ايش السؤال؟ لا أو مش كم مثلث، لا كويس. طب صيغه احسن من هيك، اعطيك صياغه سهله عشان تربطوها. دائما المساله اللي هي الموجوده على شكل ارقام ورموز بقدر احطها براسي كسؤال لفظي. لو تخيلنا انه عندنا موقف للسيارات يتسع لست سيارات، هاي الست من وين جبتها؟ اللي هو العدد الكبير، 1 2 3 4 5 6 سيارات. بدهم يصفوا داخل الموقف 3 سيارات.
بنرتب بندخل على الموقف كم سياره؟ ثلاث. كم طريقه ممكن يصفوا هذول ثلاث سيارات؟ تيجي السياره الاولى بتلاقي ست مواقف فاضيه نفس اللي حكيتيها انت. بصف طرق بتصف. الثانيه بصير خمس طرق. ليش؟ لانه السياره الاولى حجت مكان. اللي وراها اربع طرق لانه سيارتين حجت مكانها. نفس الشيء لو بدي ارتب كتب، لو بدي اقعد طلاب على كراسي، نفس الفكره يعني افهم المبدا انت. طيب طيب ايش يعني لام 19 و4؟ واحكي لي مساله لفظيه عليه. 19 18 17 16. ليش وقفت عند 16؟ اربع اعداد، بمشي اربع اعداد، 19 وبضلني قاعد بمشي اربع اعداد، وقفت. طب مساله لفظيه عليه. حلو، بدي اصفر فيه اربع سيارات. كم طريقة؟ وصلت كيف؟ عندي 19 مغلف بدي اصف فيهن اربع بطاقات. كم طريقة بقدر؟ يعني نفس الطريقة، المهم المبدأ واحد. خلصنا القصة هذه. الآن سؤال رقم اثنين، هذا سؤال لفظي، كم مثلثا يمكن رسمه باستخدام ست نقاط ليس اي ثلاث منها على استقامه واحده؟ يعني عندي انا ثلاث نقاط، عندي عفوا ست نقاط، عندي ست نقاط. تخيل شوفوا هاي نقطه، هاي ثنتين، هاي ثلاث، هاي اربع، هاي خمسه، هاي ست. ليس اي ثلاث منها على استقامه، كيف يعني ليس اي ثلاث منها على استقامه؟ يعني ما في ثلاث عملات خط. لانه الثلاث عملات خط بعدهم كم مره؟ مرة واحدة. السؤال كم مثلث بقدر اكون؟ قبل كم مثلث؟ خلينا نسأل سؤال اسهل منه. كم قطعة مستقيمة بقدر اكون؟ يمروا بالنقاط هذول كلهم، لا مش بالثلاث، بعيد. عندي ست نقاط زي هيك، سميها نقطة ألف، نقطة باء، نقطة جيم، دال، هاء، واو، كويس؟ بدي أمرر قطع مستقيمة أو خطوط مستقيمة، قطع أو خطوط ما بفرق. حلو الكلام؟ سؤال كم خط مستقيم او كم قطعه مستقيمه بقدر اخليها تمر بكل هذول النقاط؟ مش كلهم مع بعض يعني. طبعا احنا بنعرف انه القطعه المستقيمه بدها كم نقطه؟ نقطتين. الخط المستقيم بده كم نقطه؟ نقطتين بيعمل الخط. هاي معلومه بعرفها. اذا انت من الست نقاط بدك تختار كم؟ بدك تختار اثنتين. يعني كلهم ست نقاط. يعني مجموعة فيها ست نقاط، أنت كل مرة بتختار كم نقطة؟ إذا ستة فوق اثنين بعطيك كل القطع المستقيمة وعدد القطع المستقيمة أو عدد الخطوط المستقيمة اللي بقدر أخليها تمر بالنقطتين. طيب ليش وحاط الشرطة ليس أي ثلاث على استقامة واحدة؟ هاي الشرط عشان بخرب التوفيق. يعني الشرطة ليس أي ثلاث منها على استقامة واحدة علشان ما يخرب التوفيق. احنا طبعا لو سويناها على الاله الحاسبه مضروب السته على مضروب اثنين ومضروب الاربعه راح تضرب اللي هي راح تكون مضروب الاربعه راح تروح سته بخمسه 30 على 2 15. راح الاقي 15 قطعه مستقيمه بقدر اسوي. طب سؤال وين هن ال 15 قطعه؟ لو واحد حابب يعرف وين هن ال 15 قطعه؟ انا بقول لك وصل الف باء هاي واحده، هاي ثنتين، هاي ثلاث، هاي اربعه، هاي خمسه، هاي ستة. طب وين الباقي؟ ضايل تسعة. وصلي هيك. هاي كمان واحد، وهاي كمان واحد، وهاي كمان واحد، وهاي كمان واحد. مظبوط؟ وهاي كمان واحد. وهاي كمان واحد. خلص خلصوا. خلصنا. مش موصولين بنوصلهم. هاي خلصنا ووصلنا وباء ودال يعني دكتور كلمه الف وهاء طبعا شوف هيك انا طلعت كم قطعه مستقيمه بقدر اوصل بين ست نقاط بيطلعوا 15 لسه هسه بدنا نحلل هذا محل نور انا قاعد بجاوبه كم مثلثه بس ما جاوبت كم مثلث انا جاوبت كم قطعه مستقيمه فكيف فكرت فيها؟ قلت انا عندي ست نقاط بدي اختار منهم كل مره كم نقطه؟ نقطتين فسته فوق اثنين بعطيني كل القطع المستقيمه
وهي ترى بتساعدنا في حل سؤال مهم جدا. طلعوا هاي من المسائل الرياضيه الرائعه، انه لو جيت قلت لك مثلا استنتجي لي عدد اقطار شكل رباعي او شكل خماسي او شكل سداسي مضلع. لو بدينا احنا بمضلع رباعي، 1 2 3 4 حلو. سؤال كم قطر بقدر ارسم له؟ دلوقتي تعالوا نجيب السؤال في الطرق. هذا السؤال قاعد بحل فيه هسه، بنجيبه في الطرق. كيف تستنتج عدد اقطار شكل رباعي او خماسي او سداسي؟ وصلي. هاي بسموها طريقه الاستقراء، اني انا ببدا بشكل. اذا هون عدد الاضلاع 4 كويس، عدد الاقطار ممتاز. طب لو كان خماسي خمس اضلاع له، كم قطر له؟ بس هات ابعد معاك، 1 2 3 4 5 طلع له 5. طب لو سداسي هاي 1 2 3 4 5 هاي 6. يلا وصل عد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يعني السداسي له 9 اقطار. طب لو له 40 ضلع كم قطر بصير له؟ اللي بيعرف يطلع القاعده هسه اياك بعطيه 10 ليرات. يلا على السريع. يلا قاعده ب 10 ليرات. شوف علامات ب 10 ليرات، عقول بطاريه هي. شو دخل التوافق في الموضوع؟ شو دخل التوافق في الموضوع يعني؟ انا مش شايف التوافق بالمره صراحه. هذه مثلا من اللي بنحكي عن الطلاب، بتضلكم تكتبوا لي في الاهداف السلوكيه تبعتكم، بتكتبوا الاهداف تاعت الدروس، يستكشف. هاي اسمها يستكشف. استكشفوا لي يلا. هاي مستويات عليا. هسه بتعرفوا التوافق، وبتعرفوا الاقطار، وبتعرفوا النقاط، وبتعرفوا ترسموا. بس القاعده مش سهله. لا في نمط، نمط قوي. ما هون الذكاء عاد في الرياضيات. هو النمط لازم يكون سهل عشان تشوفيه، مو النمط ممكن يكون معقد. وهي قوة الرياضة صراحة، إن الأنماط بتاعتها مش ماشية بطريقة دائما سلسة. عدد الأقطار، عدد الأضلاع. أيوة. شوفي أقول لك شغلة، لو أنا حبيت، لو حبيت أشوف مثلا مضلع عدد اضلاع نون بشكل عام، عدد اضلاع نون، فنون فوق 2 شو بتعطيني؟ زي قبل شوي لما حلينا 6 فوق 2 طلعت 15. قبل شوي لما خلينا ناخذ المثال السوداني، الشكل السداسي له كم ضلع؟ كم راس له؟ 1 2 3 4 5 6. مش له 6 رؤوس؟ بس خلينا على الرؤوس، النون اللي هي عدد الرؤوس، بطبق قاعد على الست يعني. سؤال، كم قطعة مستقيمة بقدر أخليها تمر في كل هذول النقاط؟ يعني كل نقطتين، عفوا، من كل نقطتين بقدر أمرر قطعة. قبل شوي حسبتها أنا، كانت 6 فوق 2 طلعت 15. يعني بقدر أمرر 15 قطعة مستقيمة. طيب وين ال 15؟ هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاث، هاي أربعة، خمسة، ستة، وبعدين وصل هيك. مظبوط ولا لا؟ مش هيك عملت قبل شوي؟ أنا هيك شو طلعت؟ طلعت عدد القطع المستقيمة كاملة اللي بتمر وين؟ من الرؤوس. مظبوط ولا غلطان أنا؟ إذا 6 فوق 2 لو شلنا منهن، و 6 فوق 2 هن 15 كلياتهم، شلنا منهن اللي هن عدد الأضلاع الخارجية اللي هن الستة، بيطلع الجواب 9. اللي هن 9
يعني القاعده شو بتصير القاعده؟ بصير نون فوق اثنين ناقص نون يساوي عدد الاقطار. صح؟ فهمت شو عملت؟ جبت كل القطع المستقيمه سواء اقطار ولا مش اقطار، بعدين شو رحت لغير؟ لغيت الخارجيات. الخارجيات سهله عدها لانه مضلع عدد اضلاع يعني عدد رؤوسه 6 معناته عدد اضلاعه 6. عدد اضلاعه 10 معناته عشاري وهكذا. بسمح لنا ناس السؤال كم مثلثا؟ يعني انا عندي 6 نقاط كويس، عندي 6 نقاط 1 2 3 4 5 6 كم مثلث بقدر اكون من هذه النقاط؟ ممكن اتخيل هيك، مو انا اقعد اكون يعني زي هيك مثلثات هاي شغله طويله. هاي واحد صح؟ غيره باخذ هاي، غيره باخذ هاي، غيره مشكله الجواب اللي شغاله طويله. بس سنتي هي بس 6 فوق 3. ليش 6 فوق 3؟ لانه عندك انت 6 نقاط بدك تختار منهم كل مره كم نقطه؟ 3 مع بعض بتعطيهم اذا 6 فوق 3 بس 6 فوق 3. ليش؟ لان انت زي القطعه المستقيمه، انت كيف عدينا كم قطعه مستقيمه؟ قلنا 6 فوق 2 لان كنت كل مره تاخذي كم نقطه؟ هون كل مره كم نقطه بدك تاخذي؟ صار 6 فوق 3. لا لا هي كنت اسمع سؤال ثاني. ملهاش علاقه، ملهاش علاقه، بس انا بديت باسهل بعدين صعبتها. بس يعني فيني انا احط 6 فوق 8 طبعا. طب بس هو هاي جواب. طب لو قلت لك كم رباعي؟ لو قلت لك السؤال كم رباعيا يمكن تكوينه؟ 6 فوق 4. كم خماسيا؟ 6 فوق 5. اذا بتعد لي كم مقطع عندك الكلي فوق العدد الشكل اللي انا بدي اياه. طب كم متجها؟ شو كم متجها؟ شو متجه؟ كم شو متجه اول شيء؟ ايش يعني متجه؟ طلع هاي اسمها قطعه مستقيمه. لما اقول القطعه المستقيمه الف باء او القطعه المستقيمه باء الف تطلع هي نفس القطعه المستقيمه ما فرقت. عشان هيك عملناها ايش؟ توافيق. لما جيت اطلع كم قطعه مستقيمه يمكن تكوينها قلت 6 فوق 2 مضبوط ولا لا؟ يعني لو رجعنا للسؤال عندي انا بدي اسوي كم متجه، لسه ما شرحت يعني متجه. بس بالاول برجع معاكم على القطع المستقيمه، كم قطعه مستقيمه بقدر اكون؟ 6 فوق 2 مضبوط ولا لا؟ على اساس انه القطعه الف باء هي نفس القطعه باء الف ما بتفرق. القطعه الف جيم هي نفس الجيم الف. يعني لو قلت الف جيم ولا جيم الف كان قلت قطعه واحده لها اسمين للنج لكنها نفس القطعه. الان كلمه متجه، المتجه بالرياضيات هو عباره عن يعني كيف نعبر عنه بطريقه لها ايش؟ لها سهم، له بدايه وله نهايه. بالشعاع، بالشعاع، الشعاع اللي ما له نهايه، مش له الشعاع هو، مش له الشعاع. الشعاع له بداية ما له نهاية. المتجه لا، له بداية وله نهاية، بس له اتجاه. مثل ايش في الحياة اليومية؟ ايش المتجهات؟ القوة. سواء واحد بدفع سيارة، بجذب سيارة. هو بعطي قوة في اتجاه. يعني تخيل واحد جاي بجذب السيارة عكس، يعني هي بتزول هو بجذبها بالعكس. هو بيبذل قوة. والاتجاه وينه؟ قديش الشغل اللي بيسويه؟ صفر. صفر بيسويه لانه مش راح يقدر يدز. لكن لو انه بدز مع النزول بعطي شغل عالي. لذلك الطاقه الشغل والقوه كل هذه بسموها متجهات موجوده. السرعه المتجهه ماشي بسرعه 40 كيلو متر شرقا معناته متجه، عارف وين رايح انت. هاتوا شو يعني متجهات؟
فالسؤال بيقول لك كم متجاذب دار التوظيف؟ قطعة زي القطعة بس إله بداية ونهاية. لا هاي صار اثنين لازم يكونون على سوا بعض زي خط مستقيم صاير. يا أحسنتي هاي الفكرة إنه القطعة هاي اسمها باء ألف لكن لو عملت استايم هيك صار اسمها القطعة ألف باء باء ألف غير ألف باء هاي اتجاهها غير اتجاهها يعني صار كم متجاه عملته يعني نقول قطعة كم واحد يعملها خلاص سهلة إذا ست فوق اثنين ضرب اثنين وخلاص ليش ضربت باثنين؟ لأنه بدي أعد مرتين مرة بدي أعدها وهي رايحة هيك مرة وهي راجعة اوكي تمام هذا الحكي ولا نص نص يعني هذا يعني جزء نوعا ما في افكار شويه انتقل على فكره ثانيه اذا لاحظوا كيف احنا بنستخدم التوافير للحساب هاي المتجهات في ناس بيحلوها على التباديل ترى عادي تطلع نفس الجوهر بس انا بديش اخربطكم يعني التباديل انا ما بدي احكي عنها كثير خلص اذا سؤال زي تعال مواقف حلو على التباديل غير هيك اسوي معكم الشيء طيب ننتقل على شيء ثاني هذول حكيناها انت عاد الزوجه هذول مش كلهم مطلوبات صراحه هذول فين اشياء صعبه شوي صح حكينا احنا حكينا بس تاعت الفردي والزوجي صح؟ لما نجمع فردي مع فردي نطلع زوجي زوجي مع زوجي بيطلع زوجي حليتها زمان هاي اول ما بلشت هذول الباقيات مش طالبين منكم هذول حكيناهن مجموعه العوامل مضاعفات المشتركه هذول بدي بس احل عليهم سؤال لفظي مقالي خوارزمي تقليدي حكيناها بعد القسم الطويله او القسم المتكرره بتضلك تقسم لحد ما يطلع الباقي صفر ايوه اي يلا خلينا ناخذ هذا السؤال هذا سؤال امتحانات يلا خرج 70 معلم و100 طالب مش موجود في الكتاب مش موجود في الكتاب خرج 70 معلم و100 طالب في رحله مدرسيه قرر المعلمون تقسيم انفسهم مع الطلبه الى مجموعات بحيث تحوي كل مجموعه عددا مساويا من المعلمين وعددا مساويا من الطلبه كويس يعني نقسموا مجموعات يعني مثلا اذا حطينا المجموعه فيها خمس معلمين معناته كل المجموعات لازم يكون فيها خمسه وصلت الفكره لو قسمناهم ستات سته سته فكل المجموعات بتكون فيها سته سته قسمناهم ثلاثه وهكذا حلو الكلام ما اكبر عدد من المجموعات يمكن تكوينه من هؤلاء الطلبه المعلمين والطلبه يعني بدنا مجموعه يكون حجمها شو اكبر ما يمكن بدنا نكون مجموعه بس بدنا عدد الافراد في المجموعه اكبر ما يمكن طب واحد بيقول لي عادي سهله اعملهم عشرات مثلا ليش 70 طالب 70 معلم سبع مجموعات وال100 طالب 10 مجموعات صح طب بصير اكثر من 10 يعني كل مجموعه فيها 10 كم نتحزر هاي جوابها انك توجد القاسم المشترك الاكبر بين 70 و100 تجيب القاسم المشترك الاكبر بين 70 و100 فهون بنرجع بنحل زي ما كنا نحل زمان 70 هي عباره عن ايش؟ حللي العوامل الاوليه اللي 10 في 7 اللي هي 2 في 5 في 7 وال100 اللي هي 10 في 10 اللي هي 2 في 5 في 2 في 5 الان بدنا القاسم المشترك الاكبر معناته بدي اخذ بس المكرر القاسم المشترك الاكبر بيساوي 2 في 5 و 7 بصراحه مبين لانه هذول يعني 70 من مضاعفات ال10 وال100 من مضاعفات ال10 ما في مضاعف ثاني اكبر منه يتشاركوا فيه لذلك الجواب 10 واضح يعني.
لكن لو بدي احلها بحلها بهاي الطريقه، بجيب القاسم على المشترك الاكبر. السؤال اللي بعده برضه سؤال لفظ، يقول انطلقت حافلتان الساعة الثامنة صباحا من محطة ألف، بصير الساعة 8 الصبح تحركوا مع بعض. حلو؟ الحافلة الأولى تتوقف لنقل الركاب كل 5 كيلو. الحافلة الأولى بعد 5 كيلو بتوقف. كمان 5 كيلو بتوقف، كمان 5 كيلو بتوقف. الحافلة الثانية ما توقف عند 5 كيلو، توقف وين؟ عند 8 كيلو. كل ما تقطع 8 كيلو بتوقف. يعني موقفها بعد 8 كيلو. حلو الكلام؟ فما المسافة التي تستغرقها كلتا الحافلتين لكي تتوقفا عند نفس المحطة مرة أخرى؟ يعني هم انطلقوا الساعة 8 الصبح مع بعض، بس الحافلة الأولى راح توقف بعد 5 كيلو، الثاني ما راح توقف معها ولا راح توقف 8 كيلو. بعد شوي هاي من 5 كيلو راح تمشي، وين راح توقف؟ عند 10 كيلو. هذيك وين راح توقف؟ ما التقينش صح؟ سؤالي متى راح يلتقين؟ متى اخر شيء؟ لا لا قبل. متى راح يلتقين مره ثانيه؟ هسه ممكن نحلها بالبلدي. كيف نحلها بالبلدي؟ نمسك هون حافله الف بدون ولا شيء من الرياضيات اللي بنحكي عنها. وهي حافله الساعة 8 الصبح كان ملتقيات. 8 الصبح، 8 الصبح هون ملتقيات. خليني اشوف طول بالي. الان هي راح تمشي 5 كيلو. هي راح تمشي قديش؟ 8 كيلو. هون نعمل هيك اكس بس بس حد حاسب 8 هاي شيء. 8 هي بداية الانطلاق. كان الوقفات مع بعض يعني. الان هي قديش قطعت؟ 5. هي قديش قطعت؟ طيب هون ايش راح تقطع؟ 10. هاي ايش راح تقطع؟ ما التقينش صح؟ يلا هاي راح تقطع كمان 15. هاي راح تقطع 32 كمان 5 20. هاي راح تقطع قديش؟ حطي لها 16 64. طيب بعدين 25 بدك تزيدي لها قديش؟ لا لا غلط 64 غلط. اسف اسف اسف. هي 8 عفوا 16 زائد 8 24. انا ضاعفت. اسف. زيدي 8 32 زيدي 8 40 وانت ماشي صح؟ وهذا بدك تزيدي 5. يلا 30 35 40. هاي على 40 التقوا. يعني على ايش نحلها؟ على المضاعف المشترك الاصغر. يعني لو انا حليت السؤال على المضاعف المشترك الاصغر بكون خلصت السؤال بدون كل الفيلم هذا. مثله لو بدا فيلمين يعرضوا مع بعض الساعه 8. فيلمين بدوا يعرضوا مع بعض الساعه 8. حلو الكلام؟ الفيلم الاول بخلص بعد نص ساعه. الفيلم الثاني بخلص بعد 45 دقيقه. فيلم بعرض نص ساعة وفيلم بعرض قديش؟ كويس. الأولاني متى راح يخلص؟ 8:30. بدأ 8 وانت بيخلص 8:30. الثاني متى بيخلص؟ 9:15. السؤال أي ساعة راح اثنين يردوا يعرضوا مع بعض؟ وخلص 8:30 راح يرد يعرض مرة ثانية. كم راح يصير؟ يخلص على 9. ممتاز. كمان مرة 9:30. كمان مرة 10. وانت ماشي صح ولا لا؟ اذا ايش قاعد بجيب انا؟ بجيب مضاعفات. هذاك خلص 9:15، متى راح يعرض مرة ثانية؟ أو لو متى راح يوقف؟ لا 9:15 9:30 9:30 كمان مرة 10:15 وهكذا. بتشوفي متى راح يلتقوا؟ متى راح يلتقوا؟ هاي كمان من هذا النوع من الأسئلة. طيب سؤال ثاني. هذا السؤال بنعتبره حل مسألة، يعني طريقة تفكير حل مسألة مش موجود هون. وبجيبه أنا مرات من الأسئلة اللي بنستخدمها للتحفيز كمقدمة حافزة، زائد إنه أنا بستخدم المقدمة الحافزة للدخول في عصور الدرس. وهذا بحكم
في تجربه طبقتها مع طالبات وصف ثامن، كان المطلوب انه احنا نوري كيف الطلاب بيستخدموا الوسائل الالكترونيه في ايش؟ في التفكير. شو كانت القصه؟ القصه انه في عندنا وسائل تكنولوجيه، واحده بتسوي تحليل عوامل، واحده بتسوي على العدد الاولي، شغله بتسوي على المضاعفات، يعني كل واحده من الوسائل التعليميه هذول شو مالها؟ لها مهمه. قبل الحصه دربناهم على الوسائل، سهلات اني ما بدي تدريب، يعني بس مجرد انه شوف هاي شو بتعمل بدون شرح، جرب تدربوا عليها سهلات. طيب دخلت على الحصه رسمي، والحصه كانت بتصور تلفزيوني مع فريق الماني من اليونسكو، وفي ناس حكوا لي كانوا يحطوها على الملكيه، الحصه هاي بتحطوها على الملكيه. هي كانت الهدف منها انه انت كيف بتسوي، يعني تخلي الطلاب يصير عندهم ايش؟ حل مشكلات باستخدام وسائل التكنولوجيه، يعني وسيله التكنولوجيه تصير اداه بتساعد على التفكير. فلما دخلت على الطالبات شو قلت لهم؟ قلت لهم اسمعوا، قلت اليوم وانا جاي على الجامعه رحت على الخباز لقيت عنده خبز هيك ومتحير فيه، بقول شو مالك؟ ايش؟ قلت له شايف الخبزات؟ قلت له قال قدر لي قديش عددهم؟ يعني دون ال 100 يعني ما بعرف بس شكلها يعني اقل من 100 خبز. قال طلع كيف؟ بصفط الاثنينات فوق بعض، خبزتين بزيد مع الريق. برد بصفطهم، برد بخربطهم، بصفطهم مره ثانيه، بس المره بحطهم ثلاثات بزيد مع الريق. برد بصفطهم اربعات بزيد الريق. بصفطهم خمسات بزيد الريق. سؤال كم الريق عندي؟ هذا السؤال. خلصت انا، انتهى شرحي، ولا حكيت كلمه بعديها. معاكم وسائل تكنولوجيه، معاكم مخكم، معاكم الات حاسبه، معاكم اللي بدكم اياه، اللي حابب يستخدم كمبيوتر يستخدم، اللي مش حابب يحل حاله. وانا شو صرت اسوي؟ الف على الطلاب اشوف شو بدهم يسووا، كيف يفكروا. ما بدي الجواب، قلت لهم انا ما بدي الجواب، بتقول لي كيف اطلع الجواب. لقيت اربع طرق تفكير مختلفه. في ناس ما استخدموا كمبيوتر، في ناس عملوا محاولة وخطأ، قعدوا جربوا تطلع الجواب. في ناس استخدموا المضاعفات، في ناس استخدموا العوامل الأولية. كل واحد فكر بطريقة، كان في معلمات قاعدة طبعاً يحضر الحصة، صار إيش؟ يفكر بالسؤال. هذا سؤال امتحانات أنت. هذا سؤال امتحانات، هذا سؤال تفكير. شو حل طيب؟ شو دخلوا بدرسنا؟ ما هي هو على المضاعفات وعلى العوامل. فهمتوا السؤال؟ يعني بدي عدد كانه بلغه ثانيه، احكي لكم بطريقه ثانيه. بدي عدد لما نقسمه على اثنين بزيد واحد، لما نقسمه على ثلاث بزيد واحد، لما نقسمه على اربعه بزيد واحد، لما نقسمه على خمسه بزيد واحد، مين هو هذا العدد؟ وكيف نطلع؟ ممكن نتحزن، وقلت لكم دون ال 100، يعني العدد اقل من 100. خلوه معكم، نجيبه في الامتحان. احسن شيء يجي في الامتحان. ترى سؤال شرعي هذا، دير بالكم، سؤال يعني مشروع من الماده هذا. الآن نيجي على بعض المفاهيم في الأعداد الصحيحة، نكمل الأعداد الصحيحة، الأعداد الصحيحة ترى باقي فيها شيء بسيط يعني مش كثير، بس بدي أراجع على الحسابات، أولويات العمليات، شغلات بسيطة، أساسيات يعني لازم نعرفها كويس. أنا في عندي في الرياضيات شيء اسمه القيمة المطلقة. القيمة المطلقة في الرياضيات بسموها المقياس. كيف يعني؟ تخيل أنا معي خط أعداد. تخيلوا معي خط أعداد. كويس؟ وبتعرفوا خط الاعداد احنا بنقدر نحط هنا الصفر، ما حدش يقول لي الصفر بالنص. ما في نص. الخط اصلا ممتد من طرفيه فهو ما له طول حتى نعمل نصه. فمن حقك تحط الصفر وين؟ ما نكتب. وهي مهمة جدا في التدريس، انه انت لما تيجي تعود الطلاب انه الصفر دائما بالنص، دائما بالنص. مش على بس خطأ، انك انت حطيت له يعني زرعت في راسه انه مش ممكن يكون الصفر بمكان ثاني. لذلك انا شو بجي بسوي مرات بقول لهم يا عم الصفر مش لازم هون، بجوز احط الصفر هون، بجوز احط الصفر هون.
من حقك وين ما بدك حطه، بس شو بده يترتب عليه؟ يترتب عليه انه على يمينه موجب، على يساره سالب، بس هذا اللي بترتب عليه. الان لما بدي اقول هاي الصفر 1 2 3 4 5 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. لما اقول انا مطلق 5، شايفين هذول العصر اللي كتبتين هذول العلامتين هذول اللي هيك اسمه المطلق. ايش يعني مطلق 5؟ شو مطلوب مني اسوي؟ لا منين اجت هاي؟ شوف انا بحكي شو معناها؟ معناها ما المسافه بين نقطه الاصل اللي هي 0 0 والنقطه 5؟ قديش المسافه بينهم؟ كم خطوه؟ 5. عدي 1 2 3 4 5. اذا مطلق الخمسه يساوي. طب ايش يعني مطلق سالب 5؟ ما المسافه بين نقطه الاصل والنقطه سالب 5؟ برضه بيطلع 5. لا بيطلعش سالب 5، المسافه بدك تعدي كم خطوه راح تمشي؟ راح تعدي 5 خطوات. عدي هاي خطوه 2 3 4 5. عشان هيك المطلق ممكن يكون سالب. دائما المسافه. المطلق بسموه المقياس او المسافه. هو اقتران مسافه، يعني قديش البعد بين نقطه الاصل والنقطه المكتوبه بين العصر. هيك معناها. لازم دائما من الاصل. الاصل اللي هو الصفر. هسه الصفر اصطلاحي. يعني انا يعني هون مثلا في العماره وين الارضي؟ الارضي اصطلاحي. يعني احنا بالاردن احنا اكثر ناس بنفهم كلمه اصطلاحي. كيف يعني؟ اغلب اراضينا مايله. طب وين الارضي؟ احنا هون الجامعه وين الارضي؟ في المصعد وين الارضي؟ تحت اللي عند الكافتيريا، مش اللي عند الكافتيريا، اللي فوق الكافتيريا، صح؟ هذا الارضي. هذا الارضي. طب واحنا هسه احنا هاي الشارع، هي كيف احنا ذاك ارضي وهذا ارضي؟ غير ارضي عندنا. معتبر انت وين بدك تحط الارضي؟ طب بصير اعتبر هذا الارضي؟ بصير. بصير. من حقك تفترض. هاي مرة عملتها مع طلاب برضو في المركز الريادي، طلاب متفوقين. نشوفكم تعرفوا تفكروا زيهم ولا تعرفون تفكروا، حلوها طبعا. ذاك شاطرين ما شاء الله عليهم يعني. طلع شو عملت؟ اعطيتهم لوحة يسموها اللوحة المسمارية، وهاي انا بنصحكم تستخدموها كمدرسين. صراحة قوية جدا في التدريس. اعطيتهم اياها بالشكل هذا، طلع كيف في نقاط هون المسافة بين كل نقطة ونقطة مثلا 5 سم. يعني المهم ابعاد متطابقه. حلو الكلام؟ ابعاد متطابقه، واعطيتهم ايش؟ مطاط. مطاط معاهم كثير مطاط، قد ما بدهم مطاط ياخذوا. حلو الكلام؟ الآن شو بدي إياهم يسووا؟ بدي يوروني وين النقطة الإحداثيات 2 و4. تعرفوا الإحداثيات؟ إحنا متعودين دائما شو نعمل؟ نعمل محور سينات أو محور صادات، هاي محور صادات، ونعمل هيك محور سينات، يعني بعتبر هاي مطاطة يعني. هي خط يعني، أنا لازم أعمل خط هيك. وعملنا خط هيك. هاي النقطة هون. فاثنين وأربعة يعني تمشي اثنين هون. تمشي هاي 1 2. طب وين 4؟ ما فيش 4. وعنده اخر شيء 2، اني عدد المسامير قلال وبدي انا 2 و4. ما فيش 4. تعرف شو عملوا؟ كان طبعا هم مجموعات قاعدين بيشتغلوا، في بعض الطلاب شو عملوا؟ راحوا جابوا لوحه ثانيه لزقوها للدول. هاي اوت اوف ذا بوكس، فكر شو عمل؟ لزق لوحتين في بعض، قلت لهم ممنوع تلزيق. ممنوع تلزيق، لزقوا شو لوحات لبعض، شفت شو سوى؟ شو عملوا الطلاب؟ راحوا جابوا لوحه ثانيه حطوها فوق هيك. صار عنده نقاط كثير. احسن. غير المحاور.
مين قال انه المحاور الاحداثيه لازم هيك؟ ليش ما عملهم هيك؟ يعني ابدا من هون واطلع هيك من الطرف اخر، هيك توفر معي نقاط كثير. ما في اساس، ما في اساس، هي اصطلاحيه. فانت احنا مشكلتنا في التدريس انه بيجي بيحطها بنحطها كانها مقدسه، لازم هيك. مين قال؟ ليش الصغر هون؟ وليش بنبدا من الصغر؟ عشان في نقطة انطلاق، لازم نبدا من نقطة. فنقطة الانطلاق هسا احنا مثلا وين هي موجودة في حياتنا اليومية الآن؟ احنا بنشوفها كثير في مكانين كثير، يعني احنا بنستخدمهم في حياتنا يوميا، اللي هم خطوط الطول ودوائر العرض. لأنه احنا التوقيت كله شغال على ايش؟ على خطوط الطول. هسا احنا قديش الساعة عندنا؟ هسا الساعة قديش؟ 8:30 توقيت ايش؟ توقيت الأردن. قديش بجرينتش؟ جرينتش نفس الكلام، الساعة 5:30. طيب ايش معنى جرينتش؟ هذا السؤال، ايش معنى جرينتش؟ اصطلاحي بريطانيا احتلت العالم فصارت هي الدولة المسيطرة، فالجرينتش اللي بمر عندها هو مقياس العالم. لما نصير احنا نرجع دولة قوية بنغيره، بنحطه في القدس، بنحطه في مكة، بنحطه وين ما بدنا. يعني ليش الصغر حطوه عندهم؟ حطوه عندنا، القوي بحط الصغر وين ما بده، بحط الصغر وين ما بده. هل هي جانس العالم يعني جرينتش؟ لا، بس اصطلاح. ونفس الشيء بالنسبة لنا مثلا لما نيجي نعمل الأراضي، بس اروح واحد ياخذ قطعه ارض، شراي قطعه ارض مثلا في شفا بدران، في دابوق، في اي مكان، في عند المطار، بيطلع بلاقي مشاع يشوها الارض. كيف بيجي المساحه وبيعرف وين قطعته؟ يعني في مخطط. هذا المخطط انت تبدا مش شايف العلامات، هو بيكون شايف العلامات. العلامات كيف انحطت؟ اصطلاحي حط واحدة مرجعية، نقطة مرجعية، وبعدين بصير يبني عليها وقيس. لذلك هذا كله موجود في حياتنا. الآن نجي على أولويات العمليات. لو جيت طلبت منكم تحسبوا لي الحسبة هذه، سؤال ثاني، 4+5=3، 19. الجواب 19. في أحد عنده جواب ثاني غير 19؟ كيف؟ طب مش كويس هذا. طبعا هون احنا نحكي اجاتني عمليه جمع ضرب، الاولويه للضرب بعدين الجمع. الضرب والقسمه نفس المستوى، الجمع والطرح مستوى اقل. شو يعني مستوى اقل؟ يعني نسويهم بعد. احنا طبعا بنشتغل عربي، فبنشتغل من يمين لليسار. طب مين اقوى من الجمع والضرب؟ عفوا الضرب والقسمة، مين أقوى منهم؟ الأقواس والأسس. الأسس بعدين الأقواس، أقوى واحدة. إذا لو عندي أقواس بسوي الأقواس أولا، ثم الأسس، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والضرب. طب افرض أجتني مسألة زي هاي، أقسم بعد المضروب. إيش معنى؟ ليش ما أضرب بعد الأقسام؟ ببدأ من اليمين. إذا تساوت العمليتين في المستوى، يعني القسمة والضرب زي بعض نفس القوة، ببدأ من اليمين، اللي جاي من اليمين ببدأ فيه. هاي الألغاز اللي تلاقوها على الفيسبوك حاطينها ومش عارف إيه. طيب بدي أوريكم هالأسياد شغلة، شوف مين ذكي بيجيبها. حلوة حلوة. طيب الآن نيجي على إشي مثلا معمول زي هيك، 5+3 الكل تربيع ضرب سالب 4. طبعا هذا الحكي اولويات العمليات شغال لكل انواع الاعداد، سواء طبيعيه ولا صحيحه ولا نسبيه، كله شغال نفس المبدا. شو اول بتسوي؟ مع انه الجمع شوي، مع انه جوا الاقواس جمع، ما بقول الجمع اضعاف، الاقواس اول. اذا 8+2، يعني هذا 8+2 ضرب سالب 4. مين اسوي الضرب ولا الاس اول؟ لا الاس اول. اذا 64 ضرب سالب 4.
موجب في سالب بعطي سالب 4 في 4 16 24 25 سالب 200 انتهى السؤال. خلصنا القصه هاي. طيب شوفوا لي هالموقف. هذا حلو هذا الموقف. اللي بيلقطوه بكون يعني عن جد نبيل. لا ها جواب واحد يعني قيمه واحده. قيمه واحده. لا الجواب يطلع واحد طبعا. لا واحد تقسيم اثنين بيطلع صفر والباقي واحد. كيف يطلع الباقي واحد؟ يلا طلعوا السؤال الثاني. على اوليات العمليات. بس ايش على اوليات العمليات؟ هذه القناه بنصحكم اللي بحب الرياضيات وحابب يشوف اشياء بروبلم سولفينج مستويات عليا في البروبلم سولفينج يدخل على هاي القناه اسمها بريستول ووكر مايند يور ديسيجن. هاي القناه هذه مايند يور ديسيجن. على اولويات العمليات. السؤال الان على اولويات العمليات. طلع الفيديو شو بحكي فيه. فيديو قصير حلو ولطيف. احسبوا لي الحسبه هاي شو؟ هسه يساره مش يسار لليمين ترى ديروا بالكم. هذا انجليزي 230 ناقص 220 تقسيم 2. مقسم 220 على 2. بلى القسم الاول 110 230 ناقص 110 يطلع موجب 120. سيبوها 230 خليها عشان ناقص بدك تقسمي اول 220 تقسيم 2 110. اذا صارت المساله 230 ناقص 110 قديش؟ 120. الجواب 120. في احد عنده مشكله ب 120؟ بقول لك معطيني السؤال لدكتور رياضيات تخصص رياضيات معاه بي اتش دي معاه دكتوراه بالرياضيات. طلع شوف طلع الجواب. اماس بي اتش دي سيز اتس ا 5 وعلامه تعجب. يعني مستغربين ليش طلع الجواب 5؟ لانه قرا غلط. ما هي بتخالف قواعد اساسيه في الرياضيات. اقروا العبارة كويس. Who is right? I say it's 120. صاحب المسألة يقول الجواب 120 زي ما احنا جاوبنا. بس واحد دكتور رياضيات تخصص رياضيات يطلع هيك الجواب. غلط. يا احنا صح يا هو صح. حدا شايف في تريك حلو فيها. هو شو بيحكي الدكتور؟ طلع في الكاتب. كاتب خمسة علامة تعجب، شو خطوها بالرياضات؟ خمسة علامة تعجب قديش بقولوا خمسة؟ 120 مضروب الخمسة 120 يعني هو جاوب نفس الجواب بس احنا اخذناها كلغة يعني انه هاي علامة تعجب يعني إجابة غريبة. لا هو مضروب خمسة حاضر قال هاي نكتة رياضية. هاي هيك نكتة رياضية يعني هاي من الاشياء اللي بتجيبوها في نقطة الرياضيات. مرات بتلاقي اللي بحط النقطة يعني عنده ذكاء مش طبيعي. وهاي من الاشياء اللي بننتقد عليها لما واحد يحط اسئلة امتحان مثلا. الاصل احنا متعلمنا في المنطق الرياضي، متعلمنا في المنطق الرياضي، احنا بنتكلم عن عبارات صح ولا لا؟ العبارة يجب ان تكون واضحة ودقيقة. وقلت لكم هاي مرات بيجي بعض المدرسين يجي بيقول لي حاطط بالامتحان ضع صح او خطأ هيك. معناته الطالب جاوب على كيفه. انت بتقول له صح او خطا سوي اللي بدك اياه. ليش بتحاسبني لما ما جاوب؟ لا تحاسبني. اكمل الفراغ. ما قالك ايش؟ اذا انا من حقي اكمل الفراغ زي ما بدي. هو اذا بنحكي منطق. فمره في الاوراق جايب لهم مثلث بيتاغورس. تعرفوا انا ضليت بيتاغورس. نحكي عنه. معطيهم هاي ثلاث، معطيهم هاي اربعه، حاطط اكس. وشو كاتب له في السؤال؟ بقول له فايند اكس. ايش حاكي له هذا؟ شو جواب الولد؟ قال له هيك وكاتب له ذيس از اكس. بقول له وريني وين اكس؟ قال له هيها.
قال له جد سين، حط له هيك، قال له هاي سين. طبعا هو مش قصده هيك، حاط السؤال مش قصده هيك، شو قصده؟ قيمة. إذا قول له فاند فاليو أوف إكس. جد قيمة سين. مش جد سين، سين هي. هيني أوجدت لك إياها. في عندهم بالإنجليزي لما بقول له فك القوس بقول له إكسباند. الإنجليزي شو الأمر تاع فك الأقواس، فك الأقواس إكسباند. فجايب له مثلا هيك إكس زائد واي اللي هي يعني سين زائد صاد الكل تربية. شو كاتب له في السؤال؟ إكسباند هيك. كيف حل الولد؟ لا طلع شو عمل؟ طلع عمل هيك. شو بيسوي قاعد؟ بمط فيها اكسباند يعني بس هذا اللي بده اياه اللي حط السؤال مش قصده اه لا ايش قصده اللي حط السؤال؟ اللي قصده انه يفك الاقواس. طب كيف يعني فك الاقواس بالرياضيات؟ لذلك هون احنا بنحكي بمصطلحات خاصه. لما نقول احنا فك القوس معناته بدك تعمل هاي الحركه، هاي معانا، هاي مطلوبة منا ترى. شو يعني سين زائد صاد بكل تربيع؟ يعني اني اضرب سين زائد صاد في سين زائد صاد. اضربها في نفسها مرتين. شو يعني خمسة تربيع؟ يعني خمسة بخمسة. شو يعني سين زائد صاد تربيع؟ يعني سين زائد صاد في سين زائد صاد. اللي هي شو معناتها؟ معناتها بنضرب سين في سين اللي هي سين تربيع، وهذا جاتكم بالامتحان. وهاي سين في صاد اللي هي سين صاد. وبعدين صاد في سين اللي هي سين صاد بعدين صاد تربيع اللي هي صارت عبارة عن سين تربيع زائد اثنين سين صاد زائد صاد تربيع. هذا أخذناه نفسه. رح نأخذه في الجذور. لما نأخذ الجذور الحقيقية رح نأخذ نفس الكلام فك القول. طيب خلصنا من أولويات العمليات. الأعداد صحيحة شرحناها إحنا صح؟ شو يعني موجب وسالب وكيف نجمع وقواعد يعني خلاص بتصير مع معهودة يعني مش صعبة هي. الآن راح استخدم مصطلح جديد شوي راح نتفاهم عليه. لما يجيكم في الامتحان في الأعداد الصحيحة إذا كتب هذا الرمز، شايفين الرموز المكتوبة هاي؟ إذا كتبت لا تعني إلا الأعداد الصحيحة. في الكتاب مستخدم نفس الرموز الأعداد النسبية الغوة. يعني بس تشوفوا هذا الرمز اتعاملوا بس مع الأعداد الصحيحة. ماذا يعني هذا العدد؟ شايفين هذا اللي هيك هذا هيك كله هذا كله بدي اكتبه واكتب مكانه عدد. شو العدد اللي بدي اكتبه؟ بس هذا الجديد اللي علينا انه بس تشوفوا هذا المنظر اكتبوه وحطوا مكانه عدد. طلع شو تقولي 8 ناقص 9 قد ايش 8 ناقص 9؟ يعني هاي سالب تاخذ الاولاني ناقص الثاني هذا بسموه صف تكافؤ. يلا بعدين زائد حطينا زائد نعمل قوس بس عشان يعني نعرف كل واحد شو صار مكانه. يلا 6 18 شو اكتب مكانها؟ 6 ناقص 18 قديش؟ سالب 12 ضرب 7 ناقص 9 سالب. خلص رجعت مسألة عادية. حلي على حل العادي. سيبكم من طريقة الكتاب. اللي بيقرأ الكتاب هو بضيع. الكتاب معرف عملية الجمع الأعداد الصحيحة عن طريق ايش؟ أزواج. بس معقدة جدا. خذوها بالطريقة اللي أنا بحكي لكم إياها. ترجمت كل عدد رجعت العدد الصحيح الأصلي تاعه. هسا باجي بتطلع على أوليات العمليات هنا راح نضرب أول سالب 12 في سالب 2 راح يطلع 24 لأنه عندي سالب في سالب بعطي موجب. بعدين بدنا نجمع من هنا نجيب الفرق ونحط الإشارة للأكبر. إذا لا تعجل اسمه صف تكافؤ. احنا بنعتبره عدد صحيح. لما تشوفي هذا الرمز يعرف انه هذا بتكلم عنه انه هذا عدد صحيح. انت شو بتسوي فيه اول خطوه؟ بتحوليه للاعداد الصحيحه اللي بنعرفها واشتغلي عليه. بس انا موجود في الكتاب بدناش نطلع عنه. الان بدنا مو شرط. لا مو شرط.
يعني خذ مثال ثاني، مثال ثاني، خذي هاي مثلا. بالضروره يكون الاول هون 9 ناقص 4 قديش؟ 5 زائد 8 ناقص 4 4 ناقص 6 ناقص سالب 6 عفوا. يلا بصير 5 زائد 4 زائد 6 خلص على التجميعيه 9 15 انتاج. يعني مو شرط، ممكن يكونوا قد بعض حتى. يعني افرض كان واحد وواحد شو بكون؟ صفر. خمسة وخمسة صفر. إذا أجى سؤال بيجي سؤال واحد. السؤال الثاني ممكن أسألك عنه هذا المنظر، إنه أكتب العدد الصحيح في أبسط صورة. زي عدد صحيح اللي هو 5 و9. أكتبيه في أبسط صورة. طلع كيف كلمة أبسط صورة؟ أبسط صورة يعني بتيجي بتعملي كمان مرة نفس المنظر. صف تكامل. حلو؟ مين الصغير، الخمسة ولا التسعة؟ مكان الصغير حطي واحد. مش مكان الأول حطي واحد، مكان الصغير حطي واحد. يعني افرض كانت هيك المسألة. مكان الثلاث. بحط مكان الثلاث واحد. الصغير بحط محله واحد. خلصنا من القصة هاي؟ هاي أول خطوة. الخطوة الثانية. قديش الفرق بين الخمسة والتسعة؟ مش سالب أربعة، أربعة هيك فرق. كم الفرق؟ ما أقول أنا أو مطلق الفرق. يعني كبير ناقص صغير قديش؟ زيديها للواحد. خمسة. بس خلص. منعيد. الصغير حطينا مكانه واحد. جبنا الفرق بين التسعة والخمسة. بزيدها للواحد. حطيها هنا. هون قديش الفرق بين هذول؟ أربعة زيد واحد يطلع خمسة. لا هاي بس رموز رياضية، هاي مجرد مصطلح رياضي ما ركزت عليه. لا بنستفيد من الأعداد الصحيحة، ما بنستفيد من هذه الرموز، هاي مصطلحات رياضية بس إنه بالكتب بيكتبوا مرات شغلات زي إذا مر عليك الرمز تعرف شو معناه بس. حياتنا اليومية إحنا بنستخدم الشذول، بنستخدم الأعداد الصحيحة اللي بنعرفها، سالب 5 سالب 3 هيك اللي بنستخدمه، ما بنستخدم هذول. تمام يا جماعة هذا الحكي؟ الآن ننتقل على إيش؟ الأعداد النسبية. الأعداد النسبية إحنا بدينا فيها شوية. مثلا ولا لا؟ ارسم شكل فين ليوضح العلاقه بين مجموعات الاعداد، وهذا ما سويته في الامتحان وشرحته من اول ما بلشت المجموعه. احنا عندنا اكبر مجموعه معلومه بنعرفها كلياتنا اللي هي مين؟ مجموعه الاعداد الحقيقيه. هاي اكبر مجموعه وهي المجموعه الشامله، وبنقسمها المجموعه هاي الى مجموعتين جزئيتين. المجموعة الأولى بنسميها مجموعة الأعداد النسبية اللي بعطوها الرمز كاف، ومجموعة الأعداد غير النسبية اللي بسموها كاف متممة كاف، هاي اسمها حاء. الأعداد الحقيقية ككل تشمل على مجموعتين رئيسيتين، نسبية وليست نسبية. كل الأعداد اللي احنا بنعرفها في حياتنا وبنستخدمها في اليوم في الحياة اليومية هي الأعداد النسبية بشكل رئيسي. لا يعني الاعداد الغير نسبيه مش مستخدمه، لا هي مستخدمه بس بجوز احنا بنقربها لانه ما بنستخدمها كما هي. طب اعطيني امثله اعداد غير نسبيه مثل جذر 2، جذر 5، جذر التكعيبي للثلاث، العدد النيبيري اي اللي هو ها بالعربي بيقولوا له، الباي، النسبه التقريبيه باي. كل هذه بسموها اعداد غير نسبيه. موجودة في حياتنا؟ طبعا موجودة في حياتنا العادة، لأن جابوها. يعني الباي مثلا هي نسبة محيط الدائرة على قطرها. أي دائرة في الدنيا جيب محيطها وجيب قطرها قسميهم مع بعض تطلع جواب باي.
وقيسي عليها. انا مره دورت على جذر اثنين، طب احنا جذر اثنين وين نستخدمه في حياتنا؟ انا سؤال كان قوي، اعطيني مثال انا بستخدم جذر اثنين في حياتي. طبعا في سؤال سهل يعني، انه انت لو عندك مربع كويس وعندك طول ضلع واحد، قديش طول قطره؟ جذر اثنين. ليش؟ على فيثاغورس. فيثاغورس شو بقول؟ بقول اذا عندك مثلث قائم الزاويه طول ضلع من اضلاعه واحد وطول الضلع الثاني واحد وهي الزاويه قائمه، هذا اسمه الوتر. نظريه فيثاغورس شو بتقول؟ مربع الوتر سموه هذا سين، الوتر سين. مربع الوتر يساوي مربع الضلع القائمه الاول زائد مربع ضلع القائمه الثاني. نحكيها باللغه الهندسيه شو بقولوا؟ بقولوا مساحه المربع المنشا على الوتر يساوي مجموع مساحتي المربعين المنشئي على ضلعي القائمه. طيب يعني هاي سين تربيع شو بتساوي؟ اثنين. انا ما بدي سين تربيع، انا بدي سين لحالها قديش؟ طول الوتر قديش؟ باخذ الجذر. اذا سين بيساوي جذر اثنين. ما اقنعنيش. كويس، يعني لو عندك انت قطعه ارض مربعه الشكل بدك تعرف قطرها قديش طول قطرها، اكيد راح يطلع جذر اثنين. وجذر اثنين ترى هذا يعني لا يقرب، يعني احنا نقربه عشان نسهل الحسابات. زي الباي. يعني الباي لما نيجي نقربها بنقول تساوي تقريبا 13 مللي. في امتحانات المعلمين بقولوا لهم باي تساوي 22/7، صح ولا غلط؟ كلهم حطوا صح. غلط. الباي مش 22/7 ولا 13 تقريبا. تقريبا يعني انه انا بستعير عن هذا الرقمين هذا او العدد هذا. لكن لا يعني هو حقيقة هكذا. هو عدد لا نهائي. وما له نمط في التغيير. طيب عشان اوريكم شغله كيف الناس بتفكر بالاشياء المعقده. شايف ورقه الاي 4؟ قديش طوله وقديش عرض الورقه؟ ارجعوا لي. لا مش 30/20، روحي راجعي اي 4. هي 29 سنتي. آه 21.6 زيادة. يا أخي ليش الأعداد طالعة هيك؟ يعني هم مش قادرين يعملوها 20-30 مثلا. اشمعنا ورقة الـ A4 انعملت بقياساتها؟ يا ستي بنعمل الآلة الطابعة على 20-30. وصلت الفكرة؟ بنعمل يعني الآلة الطابعة قبل الورق ولا الورق قبل الآلة الطابعة؟ لا الورق قبل، الورق الناس اخترعوه بالأول. طب في مقاسات ثانية للورق؟ تفتح ملف الورق. في A3 A2 بتعرفي لها السوالف هاي. طب احكي لي انت شو العلاقة بين A4 و A3؟ وشو العلاقة بين A2 و A3؟ وشو العلاقة بين A1 و A3؟ طلعوا هاي بزنس ترى، صناعة هاي، هاي مصارع تطلع ملايين الورق مش مزحة هاي. كيف؟ اعطيني ورقتين A4 افهمك هسه عيال كيف؟ منين اجت القصة؟ من بين الجذر، بين الجذر يا شوفي هاي ورقة A4 وهاي ورقة A4، امسكي ورقتين A4 حطيهن هيك لزقين ببعض صار A3 100% A3. جيبي ورقتين A3 لزقيهن ببعض بيطلع A2. طيب امسكي ورقة A4 واطعجيها هيك بيطلع A5. تعرفي من وين بلشوا هم؟ بلشوا من ورقة متر في متر. ورقة كبيرة متر في متر. وصاروا يقصوها مره مع الطول ومره مع العرض عشان يطلعوا اقسام اوراق، عشان يحافظوا، يسموها بالانجليزي يقولوا الاسبكت ريشيو. انت لما تصمم على الكمبيوتر بتصمم على ورق زيادة، تقدر تختار قياساتك A4 A5 A2 ستاندرد. ستاندرد هذا الستاندرد ايش بيسووا فيه؟ لو اجى بده يحول الورقه هاي لاعلان ضخم بدوش بيكسل، هيك معقولة؟ ما بده يصير بيكسلز تشوش، ما بده جزء من الصورة يطلع برا المنظر، بده يكبرها. كيف يضمن
انه الصوره تظلها داخل الاطار اللي هو رسمه لما يكبرها. وفي عندك اجهزه اذا بتكبر كيف بده يبرمج الجهاز انه لما تطلع الصوره طلعها بالضبط زي هاي ما تخربها. اذا لقوا انه لازم يكون مقاسات ورقه الايبورد مبنيه على الاثنين، انه الريشيو بينهم لازم يكون زي ومنها اجت القياسات هاي. طب ليش الورق الثاني ما بضبط؟ جربوها على قياس الورق الامريكي اللي هو سنه ذكر اسمه، له اسم الورق الامريكي له قياسات غير هاي القياسات. لما رسموا شغله عليه واجوا يكبروها بنفس الاليه لقوا جزء من الصوره بيطلع برا ما ببين، تخيلوا بيطلع غلط. يعني الان كل برامج الكمبيوتر الفوتوشوب والبرامج اللي مسوين على الموبايلات هذولا كل شغلات على هذا اللوجيك. شوف انت بتستخدميها بس مش عارف انك مستخدميها. طب ايش عندي ما مجموعات ثانيه غير الاعداد النسبيه؟ الصحيحة والطبيعية. الطبيعية رمضنا لها بالرمز طال اللي هي أذكركم فيها 1 2 3 إلى آخره، وبعدين الأعداد الصحيحة تشملها واللي فيها الصفر والسالب بالإضافة طبعا. إحنا قلنا دائما لما نعمل هيك يعني شملت كل اللي جوا، وهنا بدها تشمل كمان أعداد مثل النص، الواحد وربع، سالب 3 و5، 2 و1 بالعشرة، 6 و4 دوري، كلها اسم اعداد نسبي بالاضافه لكل ما سبق. يعني كل ما سبق كل الاعداد اللي نعرفها هي اعداد نسبي بالاضافه الى الكسور العاديه والكسور العشريه والكسور المنتهيه سالب موجب، كلها اسم اعداد ايش؟ اعداد نسبي. سؤال بساله للمعلمين، شو الفرق بين النسبه الاعداد النسبيه والنسب والكسور؟ لما اقول كسر واقول نسبه شو الفرق بينهم؟ يعني انا لما اقول كسر 3 على 4 شو معنى 3 على 4؟ يعني جزء من كل. يعني انا مثلا عندي فرضا عندي مربع مقسم الى 4 اقسام متساويه، لازم متساوي مثلا قسمناه 4 اقسام متساويه، طبعا هيك غلط، هذا لا مثال، لازم شو تكون بالضبط. مش راح تزبط معي انا هون، اكيد مش راح تزبط معي، خليني اسويها بايدي. لانه هذا عنده سناب تو جريد معين، فانا مش راح اقدر اجيبها بالضبط، فراح ارسمها تقريبا. قسمت 4 اقسام متساويه ظللت 3 اقسام، هاي معنى 3 ارباع. كويس. الان نسبه 3 الى 4 شوفوها بالرياضه بكتبوا ايه؟ 3 الى 4. كمان هاي 3 الى 4 يمكن ان تكتب بصوره 3 على 4. طيب شو الفرق بين هذا المفهوم وبين هذا المفهوم؟ حتى النسبة المئوية، النسبة المئوية تابعة للنسبة يعني. أنت بالأول بتجيب النسبة المئوية بتسويها مئوية. أنا مش هذا سؤالي، سؤالي شو فرقت لما أنا قلت نسبة 3 إلى 4 وبين ما أقول الكسر 3 على 4؟ يعني نفس الشيء بالضبط. لا. إيش الفرق؟ 3 إلى 4 بتكتب 3 على 4، صح؟ تكتب هيك. فهل معنى هذا الكلام أن الكسر العادي هو نفس النسبة؟ لا. ولا بتختلف؟ إذا بتختلف شو بتختلف؟ هلا هذه 3 على 4. أني واحدة من البورد ولا اللي تحت؟ البورد. هذه 3 على 4 يعني. جزء من كل. فهمنا. أما هاي 3 إلى 4. شو فرقها؟ نسبة 3 إلى 4. كلكم يعني تقريبا رجعت تقول جزء لكل. اعطيني شيء افهمه. اذا فاهمي احكي لي كلام كلمتين انضاف فهمي اياهن. تفضلي. بدك شيء؟ دكتور 3 على 4 اعطينا 6، سيبيني من 75%، لا تحولي لي شيء.
ثلاثة على أربعة يعني عندي أربعة أجزاء، عندي قطعة قسمتها أربعة أقسام متساوية، عملت من كل قسم أخذت ثلاث أقسام منها، مظبوط زي الأول. هاي معنى ثلاثة على أربعة. طب ثلاثة إلى أربعة شو معناها؟ شو فرقة عن الأولى؟ آه. كويس جربت. طب هذيك بدي اعملها حصص، شو رايك؟ بالقصور نفس الشيء بقدر اعملها حصص. ها لا لا سنتين ثابتات بطيب نفس المعنى. ها انت جربت نصيب. طب ايش يعني نصيب؟ ايش يعني؟ ايش يعني انا بدي اوزع اشي بنسبه 3 الى 4؟ حصه ف1 اه فاهم ايش معنى؟ ما فهمت. تسمير 100 دينار بنسبه 3 الى 4، يلا. اني اعطي كل واحد ايوه بالاول بدي اوزع 100 دينار على شخصين بنسبه 3 الى 4. اه الاول انا بعطيه 3 ليرات بعدين هو 3 لما يخلص ال 100 ليره. ممتاز. طيب سؤال، شو فرقتها عن الكسر؟ لا 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 هي فرق بسيط جدا جدا وحسان. في الكسور لا نستطيع أن نعبر عن مقدار بأنه كسر إلا إذا كان من كل متجانس. مربع، قطعة كيك، طلاب من نفس الجنس بقول عنه كسر، لكن إذا اختلف الجنس يصير نسبة. سيبكم من الحصص شوية، أعطيكم إياها بطريقة ثانية. وين بسوي كيك؟ أخذت الوصفة عن اليوتيوب، بتحط معلقتين سكر، معلقتين سكر إلى 3 معالق طحين إلى نص معلقة سمنة. كويس عشان تعمل كيك الى كم نفر؟ نفرين. طلع النسبه بين المقادير السكر غير السمنه غير الايش؟ مش نفس الجنس. فعملها ايش؟ توزيع حصص. اذا كل ما بتحط معلقتين سكر بتحط معاهم نص معلقه سمن، بتحط معاهم 3 معالق طحين. كويس؟ من نفس المقاس، لازم من نفس المقاس. في المقابل لو اجت بدك تضاعف بدك تعمل ال شكله المعايير هذولا المقادير لست اشخاص. هاي الاثنين لشخصين. المقادير هاي اعطيك اياها لشخصين، طب بدي اعملها لست اشخاص شو بعمل؟ بضرب في 3. اذا هون تشابهت مع مين؟ مع الكسور. تشابهت مع الكسور بهذه النقطة. لكن اختلفت عنها بايش؟ بانه احنا ما بنقدر نقول انه الكسر اللي يمثل السمن الى الطحين هو نص ولا ربع، لأنه مش نفس الجنس، مش نفس النوع. فالكسور غالبا بتكون نفس النوع، النسبة ممكن تختلف. طب بناء على هذا الكلام، ما دام صرنا حاكين عن النسبة، لو 3 أشخاص اشتركوا تجارة، كويس؟ الأولاني حط 5000 دينار، الثاني حط 2000 دينار، الثالث حط 3000. حلو الكلام؟ كم صار راس مالهم؟ 10000 دينار. اشتغلوا بالتجاره. اخر السنه صفوا ارباحهم، طلع صافي الارباح 4000 دينار. هذا الارباح. ايوه بدنا نوزع 4000 على السلف. سهل جدا، 4000 تقسيم 3، كل واحد باخذ نصيبه. صح؟ لا الواحد حسب ما دفع. ليش؟ لانه ما دفعوا زي بعض. ما دفعوا زي بعض. طب قديش بيطلع لكل واحد؟ يلا احسبوا لي اياه. فهمتوا السؤال؟ واحد دفع 5000، الثاني دفع 2000، الثالث دفع 3000. اخر السنه ربحوا 4000 دينار. قديش نصيب كل واحد؟ الاول له 4000، 5000 على 10000. اول ما 4000 سيبيني واحكي لي الجواب.
احسب زي ما بدك واحكي لي الجواب. طلع الآلة الحاسبة. هاي مسائل عملية. أول الثاني الثاني شو اختلفنا بشوف؟ أربعة عكس كل. أربعة آلاف اللي موزعون بينهم. أنا بقترح بقول يا منى الأربعة آلاف قسمة على ثلاثة وخمس كينا من السالفة. ليش لا؟ دافعين زي بعض كيف تعطيني نفس اللي اللي دافع أكثر لازم يطلع أكثر. بس قديش أكثر يعني؟ حسب نسبته. إذا حسب نسبته. واحد 2000 والثاني 2800 والثالث الباقي. واحد 1600. شو رأيك؟ من عشرين أو 1600 و800. طب حد يفهمني ليش؟ ليش كيف بتقسمه؟ شو بتسووا قاعدين؟ احكي. ايش اللي على 1000 يعني زي نسبه يعني مثلا بدي احكي عندي 20 دولار حلو مثلا 20 دولار. هسه نجيب لها سؤال على خاص النص. تمام اضرب 20 وقسمه على 100 بطلع نفس الشيء. هذا مش بدي اضرب الرقم واقسم. طب سؤال، لو غيرنا المساله بتعرفي تفكري فيها؟ انا بدي نمط تفكير، ترى نمط التفكير هو المهم، مش المهم محل السؤال هذا. يعني هذا السؤال واحد من بحر اسئله. هذا بيسموه في الرياضيات تفكير تناسبي. كيف بدك تفكر بالنسب؟ كويس تحكي صح انت، هسه بتاكد من شغلك. بس طب سؤال بدي اسالكم، 5000 الى 2000 الى 3000 مش بقدر اقول هي نفسها 5 الى 2 الى 3؟ بقدر احكي هيك متكافئة. يعني واحد بدل ما دفع 5000 دفع 5 ليرات والثاني دفع 3 ليرات او ليرتين والثالث. طيب نعتبر ان هذول نعتبر الحصص، الاولاني له يحط له كم حصه؟ 5. والثاني اسهم يا ستة، اعتبروا اسهم زي البورصه. الاولاني شرى كم سهم؟ 5 اسهم. ليش انا خففت ال 5000؟ عشان اسهل علي التعامل بس، ولا بقدر اصل على 5000 عادي، بس اسهل لي اشتغل على مين؟ على اعداد طبيعيه اريح. الاولاني له كم حصه؟ 5 اسهم. والثاني كم حصه له؟ والثالث؟ طب مجموع اسهمه بقديش؟ قسم 4000 على 2 بيساوي 10. هذا عدد الاسهم، عدد الاسهم. الان شو رايك نقسم المبلغ اللي ربحوه على الاسهم بالتساوي على 10 اسهم؟ مضبوط ولا لا؟ 4000 قسميها على 10 اسهم قديش بيطلع للسهم؟ السهم الواحد بيطلع له 400 دينار. السهم الواحد 400، اللي له 5 اسهم بضرب 4 500 في 5 في 400 قديش بيطلع له؟ 2000. زي ما انت فهمتيها نص، له النص. والثاني له 2 في 400 اللي هو 800 دينار، 3 في 400 اللي هي 2800. هسه هاي بتحل مش هذا السؤال، بتحل كل الاسئله من هذا النوع. زي الارث، الحلوة واحدة ارث. يلا هات الحلوة واحدة ارث. شفت الرياضيات وين؟ قوية الرياضيات. تحل شغلات كثير. واحد ترك ثروة 50000 دينار. كويس؟ ورثته زوجة وأم وأب، يعني أم وأبوه للزلمة هذا، إله ترك وراء زوجة وترك وراء أم وأب وثلاث أولاد ذكور واثنين إناث. وزعوا له التركي عليهم يلا. اثنين إناث ثلاث ذكور، قديش نصيب كل واحد؟ يلا أول شيء بنحكي في الشريعة الإسلامية شو بنحكي؟ أصحاب الفروض. أصحاب الفروض اللي لهم نسب محدد معروفة نسبهم. فبنيجي هون 50000 بنروح ضاربينها في نصيب الزوجة اللي هي الثمن.
كيف بدنا نسويها على الآلة الحاسبي؟ هذا اللي بقول لكم اياه في هذه الوحده. هون انا ما راح اطالبكم تتعلموا ضرب الكسور العاديه وضرب الكسور العشريه وجمع الكسور العاديه وجمع الكسور العشريه، شغله طويله يعني. بتجيبوا الآلة الحاسبي، ها طلع كيف، هاي راح اسويها قدامكم على الكالكوليتر، وراح استغني عن اي طريقه ثانيه. اللي بيعرف يحل باي طريقه ثانيه انا قبلها صح. طلع اول شيء باجي بقول ثمن، كيف ثمن بدي ادخلها على الآلي؟ هو ما فيها عدد، ثمن واحد تقسيم ثمانية. قديش طلع؟ 125 بالألف، يعني حولت الكسر العادي إلى كسر عشر. اضربه في 50,000، الفاصلة هاي اللي بتنعمل في الآلي، هاي الفاصلة، هاي مش الفاصلة العشرية، هاي فاصل الألف، يفصل بين الآلاف. في الرياضيات او في الكمبيوتر او في الالات الحاسبه الفاصله العشريه هي النقطه. قديش بيطلع عندنا هون؟ 6250 دينار. اذا هذه 6250 دينار نصيب مين؟ الزوجه. الزوجه هي 100%. يعني بأي طريقة حليتيها رح يطلع على نفس. أنا مش مبيت بالطريقة، بس بريحك. أنا شو بعمل؟ بقول لك أسهل طريقة شو تعملي؟ حولي الكسر العادي لكسر عشري وضربي، أسهل شيء. يلا الآن نصيب هاي الزوجة، الأم. الأم قديش نصيبها؟ إلى السدس. أيوة صار اختبار شرعي. طب واذا كنت مش عارفين النسبه نسينا؟ لا لا هاي بحكي لك اياها. ايوه انا ما بختبرك ب يعني قضيه شرعيه يعني. ما يعرف. يعني انا مش قاعد بختبرك في القضيه الشرعيه، انا بختبرك بس انه تعرف تحسب ليها يعني بس. يلا نفس الاسلوب نمسح. يلا معلش، واحد تقسيم سته يساوي هالقد. شو هاي؟ واحد ستة 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 ستة. شو هاي؟ هذا بسموه كسر عشري دوري، وهو نوع من أنواع الأعداد النسبية. بدنا نضربه في 50,000 ضرب 50,000. قديش طلع؟ 8,000. 8,333 دوري. كيف بدي أكتبها؟ 833 شيك فاصلة 8,000. آسف كمان 3. آسف هاي الأم طلع لها أكثر. 3 دوري. 3 دوري يا جماعة هي الثلث. ترى 3 دوري هي الثلث، ثلث بالضبط يعني. يلا الأب برضو بأخذ نفس نصيب الأم. سدس بيطلع 8,333.3 دوري دينار. وهاي من الاشياء اللي بردوا فيها على الناس اللي بيقولوا الاسلام بظلم المراه. هاي الام اخذت قد الاب، ما الام انثى ولا ام ذكر؟ الام انثى، اخذت قد الزلمه. هي الحالات اللي بوقف فيها الذكر ضعف الانثى حالات محدوده مش العكس. الحالات اللي مروا فيها الذكر ضعف الانثى حالات محدوده اللي هي الاولاد والزوج بس، والباقي هي الاب والام تساوي والاخوه بتساوي في بعض في حالات بتساوي. مش دائما الانثى بتاخذ نص الذكر، مش في كل الحالات. كملي بعدين. ايوه برافو عليك. نشوف قديش الباقي. نشوف قديش الباقي. معناته مضطرين نجمع. لحظة قاعد بسوي كل العمليات الحسابية أنا. يلا سوي العمليات الحسابية. برضه على رجوع بقول لكم هاي طريقة جمعهم ككسور عشرية، المفروض تركبوهم زي الأعداد الطبيعية تحت بعض وتجمع. الفاصل تحت الفاصلة، العدد الأحاد تحت الأحاد وهكذا. ما بدناش سوون على الآلة. 6,250 زائد 833.3 بس مش راح نعمل دوري، زائد 8,333.3 دوري.
قديش طلع الجواب؟ 22,916. هذول مجموعهم سجلي عندك عشان أكتب 0.6 من 10. لأن نصيب طلع كده، نصيب الزوجة ثم التركة. شو يعني ثم التركة؟ يعني ثم ضرب 50,000. جميل، نصيبها هيك، هذول ثم أصحاب فروض. بغض النظر شو قيمة التركة مش مشكلة، هي إلها ثمنها ثابت مش بالنسبة. شفتوا هاي فرق كمان بين الكسر والنسبة. كملي. الأم إلها سدس التركة، الأب له سدس التركة مش اللي بيزيد. وصلت؟ الآن جمعناهم طلع حلقة دي، هذولا بدنا نطرحهم من 50,000. قديش بيضل عندي؟ 27,083.4. احفظوا لي اياها، 27,083. إذا الباقي 27,083.4. بقسمهم على قديش؟ باجي عليهم على الحصص. الولد الاولاني له حصتين، الولد الثاني له حصتين، الولد الثالث له حصتين، البنت الى حصه، البنت الى حصه. كم عدد الاسهم؟ 8. اذا بقسمها على 8، بقسم الباقي على 8. ايش معنى 8؟ لانه هذا سهمين سهمين سهمين، والبنت سهم سهم. اذا بنقسم 27,000 نفس الشيء. لا لما تقسمي انت 27,000 على 4، انت شو اعطيتي هيك؟ لا النص. طب بس انت لما قسمتي على 4، دقيقه شوي احسبيها معي. افرض ان 8 دنانير بدنا نوزعهم على هذول، اخذت الكور الثاني اذا قسمي لي اياهم. على طريقتك بدي امشي. بيطلع للولد قديش؟ 2 دينارين. 2 4 6 وهذا. طيب لو كانين 64 دينار، 64 دينار بنقسمه على 4 بيطلع 16 صح؟ البنت 16، الولد 16، والبنت 8. بصير نفس الشيء. يعني سوى المشايف الانثى اخذ ناس متساويين. طب بقدر اسوي مع الاناث نفس الشيء وبعدين اضرب باثنين نفس المبلغ. طب احنا هنا شو سوينا؟ طلعنا عليهم ككل، حسبنا الحصص لكل واحده، طلع 8، بقسم على 8 بعطيني نصيب البنت. احنا عكس مشينا، اثنين بعطي للولد. والله احسبونا شو قديش بيطلع للبنت. البنت يعني هاي الرقم بدنا نقسمه على 8. انسى السالب، 3385. شوفوا البنت اخذت اقل من امها. ضرب 2، الولد اخذ اكثر من الام بشوي. اذا لاحظوا تقسيم التركات يعني في الشرع الاسلامي كلها تابعه لموضوع الاعداد النسبيه. يعني هو فعليا هيك عم يشتغل على الاعداد النسبيه بطريقه او اخرى. طب سؤال، لو واحد فيكم يمسك كتاب شرعي، روح امسكوا اي كتاب بالفقه، كويس، اي كتاب بالفقه، وروحوا على اللي هو علم الفروض اللي هو المواريث، كيف وزعوا التركات؟ كيف بقول لك يقسم الميراث الى 24 قيراط، يعني 24 جزء. كلمه قيراط هاي خليها احط مكانها كلمه جزء. 24 جزء دائما اول ما يبلشوا المساله بقسموا الميراث على 24 جزء. طب ليش هاي 24؟ من وين اجت ال 24 قيراط؟ أجزاء كل نصيب كل واحد كأنه بقى تسهم واحد. السؤال، منين أجي العدد 24؟
ايش معنى 24؟ ليش ما قسموهن 12؟ واحد مقامات للكبر والصغر. سنتي المضاعف المشترك الاصغر للانصبه اللي موجوده وارده في الشرع بيطلع 24. امسك الانصبه الوارده ربع اللي هي للزوج او للزوجه اذا اولاد في اولاد او ما في اولاد، وثمن وسدس وثلثين وثلث صح؟ ونصف. لو اخذت المقامات اللي هون وجبت المضاعف المشترك الاصغر للاعداد هذول بيطلع 24 عشان ما يطلع كسور. هذا احنا بنحكي اليوم بلغتنا هاي. هم كانوا يفهمون طريقه ثانيه انه بقسم ل 24 جزء بعدين بصير يقسم الحفظ. هاي طريقه تفكير حلوه. اذا شو معناها هي اصلا؟ من وين اجت؟ اجت من المضاعف المشترك الاصغر. طيب تعرفوا قصه سيدنا علي مع الناس اللي معهم الشمال هذول؟ شو القصه بتقول؟ ثلاث اشخاص معهم 17 جمل. كم جمل معاهم؟ 17. واحد بيقول لي نص الجمال. قديش له؟ نص الجمال. 17 جمل. هسا نص الجمال ايش ذبح؟ تذبحش. صرش تذبح جمل وتقطعه. حلو؟ الاول شو بيقول لي قديش؟ نص الجمال. والثاني بيقول لي 9 الجمال. والثالث بيقول لي 6 الجمال. قديش واحد له قديش؟ نص. نص. تسع. نعمل كم جمل هني؟ 17. سيدنا علي شو عمل؟ راح جاب جمل من عنده. صار كم الجمال؟ 18. جاب جمل من عنده صاروا قديش؟ نص ال 18 قديش؟ 9. راح اعطى الاولاد 9 جمال. ونص وتسع ال 18 قديش؟ 2. اعطى الثاني اعطى جمالين. سدس ال 18 قديش؟ 3. صح؟ 3 5 لا معناته غلط انا. لا هاي مش سدس خليها ثلث. ثلث الجمال اذا عشان تضبط المساله. بيطلع 6. صح هيك؟ اسمعي لي هذول اخذ جمل وراح. القصه مين هو؟ تعرف كيف ترجمتها بالرياضيات؟ طبعا ترجمتها بالرياضيات نسبة نص إلى تسع إلى ثلث هي كنسبة 9 إلى 2 إلى 6. من وين اجت؟ اجت جبت المضاعف المشترك الاصغر للمقامات اللي هو 18 فضربت هون في 18 وضربت هون في 18 وضربت هون في 18. لما بسطتها طلعت كانها نسبه 9 الى 2 الى 6. وهذا بسموه تقسيم عادل. اذا النسبه هون النسبه والتناسب بعطيني القسمه العادله كيف بتصير. تحدد لي بالضبط شو القسمه العادله بتصير. شايفين هذا موضوع النسبة والتناسب هذا من أصعب موضوعات الرياضيات. صراحة مش سهل. التفكير التناسبي فيه مش كثير يعني نسبة كبيرة جدا ما مش مفهوم. أيوه هذا نسبة والتناسب. عرفتوا وينه؟ عرفتوا ليش من الواجب هذا السؤال؟ لأنه هذا جاء عن النسبة والتناسب. احنا عارف النسبة والتناسب أغلب مسائلها تنحل على شيء بسموه أنتم بتعرفوه ضرب التبادل. يعني مثلا لو جيت قلت لكم الدينار الاردني او دينار دولار كويس اعطيتكم الدولار 70 قرش مثلا الدولار 70 قرش 7 من 10 من الدينار لو عندي 500 دولار كم دينار؟ شكلنا على هاي اسمها الدولار و70 قرش. طب 500 دولار كم دينار؟ اضرب تبادل. س تساوي 7 من 10 في 5. بنطلعها بنحسب الجواب.
طب سؤال، لو عندي دنانير وبدي احولهم دولارات نفس الشيء، مثلا عندي 200 دينار كم دولار؟ بنضرب تبادل بتصير 7 من 10 سين تساوي 200، يعني سين تساوي 200 تقسيم 7 من 10 بدون حفظ. هذا مش بس لتحويل العملة وتحويل الوحدات، كل شيء. اعطيني اي وحدة قولي انه مثلا اللتر 1000 سنتيمتر مكعب، بحول لك اي شيء للتر. طول القدم 30 سنتي، شو بفيدني؟ بقدر احسب لك المسافات اللي بدي اياها. كل شيء شغال على نفس النسبة والتناسب، كل التحويلات شغالة على نسبة والتناسب. مثال اعطيني انت ايش بدك؟ ايش بتحولي؟ احكي لي سؤال. يعني بدك تحولي مثلا 4 ميجا بايت الى ايش؟ لبيت. بيت. معناته بدك تمسك يا سيار الواحد ميجا كم بيت؟ 1000. اذا ميجا هيك بنحطها ميجا عنوان وبت عنوان. لا مش غلط كلامي. لا. لانه البايت الميجا الواحد ميجا 1024 بايت والبايت 8 بت، اذا 8 في 1024. اذا هي عباره عن 8 في 1024. فشو بدك انت؟ بدك 4 ميجا. خلص. اعتبري هاي سين، اضربي تبادل. سين تساوي 4 في هذا. وبناء عليه بحل اي سؤال. طيب هون زميلتكم حكت لي على الخصم. يلا نشوفكم شاطرين بالبيع والشراء ولا لا. رحت على مول عجبك مثلا فستان بدك تشتريه. حاطين على الفستان بالشكل التالي. السعر القديم. السعر بعد الخصم. وحاط لك هون 30%. حلو؟ جيتي على السعر بعد الخصم ولا محطوط 25 دينار؟ ما بعرف، أنت بدك تطلعيني. السعر القديم مش موجود. شو بعطيك؟ بعطيك قديش خصم لي؟ يعني السعر القديم 7.5؟ طبعا بطريقه نسبه تناسب الضرب واحده. طلع السعر القديم صح طبعا طريقته صح يعني. والسعر الجديد ترجمي لي شو يعني 30%؟ يعني لو السعر القديم كان 100 الجديد بصير 70. منطقي؟ طبعا. بشيل يعني كل 100 دينار بشيل لك 30، كل 10 بشيل 3. انا ما بدي قديش شلت لي، انا بدي قديش بدي ادفع. بدي ادفع 70، لو حقها 100 بدفع 70. طب انا قديش بروح ادفع هالسعيات؟ راح ادفع جديد 25. وال 25 هذا سعر قديم ولا جديد؟ جديد يعني بعد القصر. طب القديم قديش؟ اضرب تبادل. ثالث سؤال. مرة ثانية. شو يعني 30%؟ خليكي معي، شو يعني 30%؟ يعني لو كان حق البضاعة 100 دينار بنخصم عليها قديش؟ 30 دينار. يعني بصير حقها قديش؟ 70. أنا هون مركز على السعر مش مركز على قديش خصم لي. حلو الكلام؟ إذا قديش راح يكون حق البضاعة القديم لو كان الجديد 25 دينار؟ اضربي تبادل. 70 سين يساوي 100 في 25. ومن هذه تساوي 125 على 70.
تصري هيك بيطلع 250 على 7. وش يعني 30%؟ مو هيك احسب عليها انت، وهيك بحسب لك اياها، احسب لك اياها بالبلدي. نفس الشيء. لا لا احنا 170 ثابته هاي. لو قال لك الخصم 20% بتحط 180، لانه سهل تحسبه. فاهم علي ليش اخترت ال 100؟ لانه ال 100 سهل تختصري منها. 35 يمكن هيك. 25 على 7 فيها 3 21 مضبوط. 70 كان حقه 35 دينار و70 قرش وصار حقه 25 دينار بالضبط. يعني كل 10 ليرات بنجيب منهم 3. انت كيف؟ هو يعني كان حقه 35 دينار، ال10 ليرات بنجيب منهم 3، وال10 الثاني 3، وال10 الثالث 3، هاي صرنا قايمين 9 ليرات، والخمس ليرات بنجيب منهم نص الثلاث ليره ونص، صرنا 10 ونص. إذا بدك تحسبيها بطريقة ثانية أنت لي هيك بتحسبيها، هاي بتقول أمه تحسب إياها هيك بتحسب منك، تحسب إنه كل 10 دنانير بتجيب منهم كم ليرات. هيك شاطرة، هيك صح. آه. أي طريقة المهم تجيبيها. طيب أسيادة لما أقول لك مثل الأربعة اثنين بطرق مختلفة، أربعة اثنين هذه الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا هاي بسموها صورة رمزية، وهي بصورة كسر عادي، وهذا بسموه كسر عادي غير فعلي. ليش سموه كسر عادي غير فعلي؟ لأنه بسطه أكبر من مقامه، بسطه أكبر من مقامه. طب ايش طريقة ثانية مثل فيها؟ أربعة اثنين يعني هو نفس اثنين على واحد صح؟ لو بدي ارسم رسم برسم دائرتين وبلونهن كلهم طب فحد يفهمني كيف اجت أربعة اثنين ودائرتين ملونات؟ وين الأربعة اثنين؟ مش فاهم. لا دائرتين ملونات غير قسمنا، سمي الطريقة غير قسمنا. هاي أربعة اثنين، مين يقرا لي إياها بطريقة ثانية؟ هسا بتشوفيها مثلا. تعرفي تقرأيها بطريقة ثانية؟ أربعة على اثنين. مش هي نفسها أربعة ضرب نص؟ مش أربعة ضرب نص؟ طيب شو رأيك أقول أربعة انصاص؟ أربعة انصاف. تعالي هيك هاي نص وهاي نص وهاي نص وهاي نص، كم نص سويت أنا؟ أربعة. يا ستي بلاش تعالي على المصاري، جيب أربعة انصاف، كم ليرة بتطلع لي؟ شايفين ما بطلوا زي بعض؟ الأربعة انصاف هي أربعة اثنين، هي شكلين مدونات كاملات، هي رسم اكتب 2.0 ولا لا؟ كل الناس الغفير قبل نسميهم اربع انصاف تظلين غير الغفير، هي نفس اربع اثنين مش اربع دنانير على اثنين، لا اربع انصاف بتقدر تطلع عليهم ولا ما بقدر؟ فهمتوا سؤالي شو بدي انا هون؟ بدي نفس الكسر كيف اطلع عليه؟ مش مره مش بطلع عليه بطريقه واحده، بطلع عليه بعده طرق. شايفين هذا اللي بتدرسش في المدارس للاسف، ما بدرس صح في المدارس. هذا اللي بتدرس صح في المدارس الطلاب بصيروا سوبر. علموا اياهن هيك، ما تخليه بس يحكي لك اياه زي ما مكتوب في الكتاب. واساله احكيه بطريقه ثانيه، احكي لي بلغه ثانيه، طريقه اخرى. يعني انت بتعطيه اربعه سوي الطريقة. طب سؤال، مين يقرا لي 25 على 4 بطريقة ثانية؟ ما
مسلوم. 11 25 على 4، شو معنى 25 على 4؟ اعطيني اشياء محسوسه تفهمني شو يعني 25 على 4 غير 25 تقسيم 4 غير ارباع. يعني 25 ربع. كم دينار بيطلعوا؟ 25 ربع كم دينار؟ 5 دنانير ربع. صح يطلع 5 دنانير ولا 6 دنانير؟ ستة وربع ما أكل. صح؟ شفت كيف؟ خربط لك راسك أنا. بس إذا الصورة هاي يا جماعة، إذا هذه الصور المحسوسات هون مش واضحة معناته أنت مش فاهم. بالعربي هيك. طيب مين يقول شو يعني 25 على 5؟ بس ما مثلها بدي مثل، بس بدي اخففها شوي يعني كبيره يعني رح اطول ومرسل هون بسرعه برسل. نفس المبدا شو يعني 21 على 5؟ يعني 21 خمس. طب قديش خمس الدينار؟ خمس الدينار قديش؟ 20 قرش. يعني لو الدينار قسمناه 5 اقسام متساويه كل قسم بيطلع 20 قرش. طلبها مو هذا. طب هات نشوف. هاي دينار. بدنا نقسمه لايش؟ لخمس اقسام متساوية. القسم الاولاني بدنا نحط له 20 قرش. والقسم الثاني شو بنحط له؟ 20 قرش، والقسم الثالث 20 قرش، والرابع والخامس 20 قرش. هذا دينار. أكم خمس صرت مسوي أنا؟ خمس، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة. بتظني أسوي هيك لحد أوصل لكم؟ أوصل لواحد وعشرين. صح؟ بدون ما أظن أقسم هسه عيال. الدينار هذا راح يتقسم لكم قسم؟ كمان خمسة. خمسة وخمسة. هاي سنة عشرة. كمان دينار؟ 15. كمان دينار؟ هاي 20. وعشرين قرش. شو رايك؟ طلع دينار 2 3 4 4 ليرات وخمس بدل ما نقول 20 قرش وخمس اللي هي نفسها 4 ليرات و20 قرش. بس لو كتبتها هيك ولا كتبتها هيك ولا رسمتها ولا مثلتها بالنقود ولا عملتها بالنسبه حجم تطلع نفس الشيء اللي هي نفسها 21 تقسيم 5. يعني لو قسمتها قسمة طويلة بيطلع فيها 4 4 ب 25 بزيد 1 إذا بقول 4 و 5 هي هي يعني لو قسمتها 4 4 صحيح فاصلة 2 من 10 هي نفسها. هذه من الرياضيات بنسميها ترجمة. متى أنت بتكون عارف إنه الطالب فهم الكسر؟ إذا استطاع واحد من المهارات الأساسية أن يترجم من صورة إلى أخرى، مش بس الكسر، حتى الأعداد، حتى أي شيء، لازم يحوله من شكل لشكل، من شكل لشكل. إذا بعيش يحول، معناته مش فاهم. أبسط شيء فيها أن يقرأ صح، يكتب صح، هاي بسيطة. المرحلة الأصعب، برضه هاي تعتبر مستوى فهم، مش عالم، مستويات عليا، إنه يعرف يترجم. مثل لي شو معنى الكسر؟ كيف اجى هذا الكسر؟ والله الشاطرين بالرياضيات شو بيسووا؟ بتلاقي هاي الاشياء هون واضحه قدامهم باشياء هم بيستخدموها بحياتهم اليوميه. فمجرد ما حطها قدامهم على طول بيحولها للصوره الذهنيه اللي عنده بيستطيع انه ايش؟ هذا اللي احنا بنسميه بناء المفاهيم. والله بتسمعوا فيه بناء المفاهيم نبني المفهوم. شو يعني تبني المفهوم؟ واحد من المهارات انه يعرف يترجمه. مش عارف يترجمه ما انتوش فاهمه. يجيب مثال عليه. طبعا الرياضيات تدريسها نكد. تدريس الرياضيات نكد جدا ترى. طبعا. لا لا في طرق في طرق. لا ممكن انا بقول لك هو اللي احنا ما بدنا ننتقد المدرسين لكن 90% من اللي درسوا المراحل الاساسيه دول اصلا اساسا لما يجوا على هاي النقاط بتلاقي الاستاذ او المس بتدرس الطالب زي الكتاب
لكن فعليا هي مش قاعده تربط، في حين مؤلف المناهج حاط الطريقه مربوطه، بس المس بتقراه كيف؟ كدرس درس، بتعلم هاي بعدين بتعلم هاي لحال بعدين بتعلم هاي لحال. طب شو دخلنا هذول ببعض؟ كيف حشر في بعض هذول؟ الولد ما بيشوف الصوره الكبيره تبعتهم ان هذول نفس الموضوع. وصلت؟ ما هو احنا هاي مصيبتنا، بتخلص ثالث بكون كل هاي المفاهيم خلصت. بيجي على رابع بيفتح المنهاج معاه، يعني مبني على اساس انه هو بيعرف هاي الاشياء، لكن هو فعليا مش قاعد بيعرف. هاي مشكله. ومنها بتصير ترى بنقدر نستخدمها عشان المقارنه مين اكبر. هاي مره نسأل سؤال لطالب كان غايب في الامتحان، هذا في الكويت بتذكرها لحد هسه، الولد ما له دخل بالرياضيات، بالمره ما له دخل بالرياضيات. فيا اجى بيمتحن امتحان التكليل يعني، جاب الامتحان. الدرس الاول بقول له اسمع ما بمتحنك اذا بجاوب على هالسؤال. قال من اكبر ثمن ولا تسوء؟ قال له شو بتفكرني غبي لهالدرجه؟ طبعا تسوء اكبر. فانت بدي اسال الطلاب الثمن اكبر من تسوء، طب ليش؟ امثل لك هو يمثل لك اياها، اذا هو فاهم لا تعلميه بس انه لازم يوحد المقامات. طب ليش عجبني واحد مقامات اصلا؟ عشان طب فاهمين اياها بطريقه بدون توحيد المقامات. ليش الثمن اكبر من تسوء؟ ايوه هيك بقسمه ثمان اجزاء متساويه، ونفس الهذا بقسمه تسع اجزاء متساويه. حصتك مين اكبر من هاي ولا من هاي؟ الله معكم حياكم الله. المره الجايه بنكمل ان شاء الله، ضايل علينا لسه ترى في اجزاء ما اخذناها بس تخلص.